مشاهدينا من جديد، يستمر هاكاثون الحج لليوم الثالث والأخير هذا المساء، والذي ستعلن به لجنة التحكيم العالمية عن البرمجيات الثلاثة الفائزة بجائزة هاكاثون الحج في السعودية، والتي تصب في تطوير وتنمية قطاع الحج وخدمة ضيوف الرحمن. طبعا احنا هنا ما احنا قاعدين ننقل مادة فقط عن هاكاثون الحج، ولا احنا قاعدين نقول والله ايش المستوى التقني او المعلومات اللي وصلت له المملكه العربيه السعوديه. احنا نقول لانه شباب وشابات الوطن هم اساس الارتكاز والاعتماد في مثل هكذا فعاليه. اولا سجلت اسم المملكه داخليا وسجلتها على موسوعه جينيس للارقام القياسيه، والهدف ما هو مجرد الريكورد او الرقم، الهدف لانه أبنائنا وبناتنا إذا وجهناهم بالاتجاه الصحيح هيبدعوا وهيشرفوا البلد أحلى تشريف. السؤال الآن في هذا الصدد، ما هو هاكاثون الحج وإيش هي قيمته التقنية عالميا وتحديدا في الشرق الأوسط؟ خلونا نشوف التفاصيل في هذا التقرير. انطلق تحدي السباق التقني هاكاثون الحج في جدة ب 2950 مطور ومصمم عالمي. السباق الدولي الأول من نوعه في العالم العربي، باتت به السعودية قبلة التقنية الأولى في الشرق الأوسط، بعدما حطمت السعودية الرقم القياسي العالمي في أول هاكاثون مقام بها، مسجلة رقما قياسيا عالميا جديدا في التقنية كأكبر هاكاثون في العالم. You are officially amazing. Congratulations. السعودية النهاردة كسرت الرقم القياسي ب 2950 شخص. احنا قادرين ان ننجز المستحيل باذن الله. ما اجتماعنا هنا وتجمع الشباب هذا الا تاكيد على مكانة وريادة المملكة وقدرتنا على ان احنا نكون دائما في المقدمة باذن الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هي الجائزة اعتراف انه هذا كان اكبر هاكاثون على مستوى العالم. يعني امر اخذ جهد كبير وتعب وارهاق، لكن الحمد لله على كل حال، وهو بداية لاكثر بالنسبة لنا، بداية لاكثر. لكن سعيدين بوضع يعني صورة المملكة في مجال حساس مثل كذا على الصدارة. من 100 دولة شارك المبرمجين والمصممين سباق التقنية في 9 مسارات حددتها المسابقة، جميعها تصب في تطوير التقنيات المستخدمة للحج، بحضور رواد التقنية عالميا كالشريك المؤسس لشركة أبل ستيف ووزنياك ومؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز، وبدعم من شركة جوجل. So great to be here. Wow. And especially to see... سعيد جدا بتواجدي، خصوصا وأنني أشاهد الشباب والشابات المهتمون بعالم التكنولوجيا والحاسوب يقومون باختراع وابتكار التطبيقات. هذا الهاكاثون هو المستقبل بالنسبة لي، أفكار جديدة وتطوير وشركات جديدة والعديد من المنتجات، حقا هي إضافة للمجتمع والاقتصاد ككل. هذا التجمع يضع المملكة العربية السعودية على خارطة التكنولوجيا والابتكار والتطور، وهذا ما سيجعل أنظار العالم تتجه نحو المملكة. سينبهر العالم بتواجد مثل هذه الفعاليات، وسيجيب عن تساؤلات كثير من الناس ممن لم يتخيل أن هذه الفعالية بالمملكة. ذلك السبق السعودي في عالم التقنية العالمية أتاح الفرصة لمطوري العالم للمشاركة في نيل جوائز السباق الأضخم والمقدرة ب 2 مليون ريال سعودي. أغلب المشاركين حقيقة عندنا من السعودية، وهذا شيء يثبت الصدر ويسعدنا. أعداد اللي سجلوا فاقت 20,000، وكان بودينا نقبلهم لو المكان يتسع كان قبلناهم، لكن احنا محدودين بالمكان، لكن الحمد لله لدينا فوق 3,000 مشارك ومشاركة، وبإذن الله لدينا مناسبات وهاكاثونات قادمة بإذن الله. احنا الهدف من الهاكاثونز هذه أصلا أنه الأمر متروك لخيال المبرمج دائما وأبدا في كل الأشياء اللي نستخدمها بحياتنا. أفضل الأشياء اللي تستخدمها اللي اخترعها ما قالوا أحد ثاني يسوي كذا، فكرة جت وسواها فجأة من باله، ما خطرت ببال أحد ثاني. فإحنا هذه الأشياء اللي نستهدفها، إنه يخرج شيء غدا إحنا ما نعرف عنه ولا فكرنا فيه.
ويفاجئنا ويذهلنا احنا وانتم والجميع. بدا السباق ب 600 فريق لا يتعدى الفريق 5 مشاركين وعلى مدى 12 ساعة لمدة 3 ايام ممثلة في جنسيات واعراق والوان من مختلف اقطار العالم. احنا اعضاء في جوجل ديفلوبرز جروب سو قررنا انه نعملوا تيم ونجي ونشاركوا. عندنا افكار حابين ان شاء الله نقدموهم وان شاء الله نفيدوا الحجاج اكبر شيء ممكن. مكان مثل هذا 3 ايام يجمعك تتعرف على مثل هذا الاشخاص، انت مستحيل تكون مثل امس. موجود معنا ما شاء الله مصممين، وموجود معنا ما شاء الله مبرمجين، ونتمنى ان شاء الله يكون هذا الحدث هو الانطلاقه الكبرى لنا كسعوديين وللعالم العربي الإسلامي كافة. هذا الحدث الضخم يعني إنه ضروري الواحد يشارك فيه من ناحية الخبرة اللي يضيفها كمبرمج، وأيضا من ناحية المشاركة بالنفس إن شاء الله وإيجاد الحلول لهذا الحدث العظيم. So exciting because I've just experienced one time before. جدا متحمس لهذه الفعالية، لم أتوقع أن أشارك في هاكاثون مميز يخص الحج. أتوقع أنه الهاكاثون الأول في الشرق الأوسط والمميز من نوعه. جدا متحمس. Such a surprising and wonderful event because أنا متفاجئ بضخامة هذه الفعالية، تجمع جميل جدا، والمبهر أنه تجمع عربي بالمملكة العربية السعودية ويحتضن العديد من الجنسيات حول العالم. أنا سعيد جداً. سعياً لاستقطاب العقول وصناع التغيير في العالم وريادة للتقنية في الشرق الأوسط، أمست السعودية أيقونة بهذا الحدث العالمي خدمة لراحة ضيوف الرحمن. بدر الشريف، MBC جدة.